كاين زوج كاين شلالات افتيس لا اسمهم افتيس افسو مشينا بصحيه تدخل معك شهر انا طالع بون طريق طويله بزاف وغلطه ندمت اللي جيت قبل ما نوصل له بعيده بزاف بعيده المهم هذه اللي ما يسقسيش انا رايحين لواد شلالات افتيس ولا افتوس والله ما نعرف بونت تمشي بزاف الجبل طوموبيل من بعد كي توصل لواحد المضرب تمشي 20 كيلو في الجبل حتى المضرب زيد تمشي واحد 10 كيلو ولا ما على باليش بيست ومن بعد تقاري طوموبيل وتجي كيما هكا راه تمشي ما على باليش شحال باش نوصل ما تقدرش تجي وحدك انتردي كاين ديار ناس تسمى كانت كونتاكتي واحد الكيت وما لي يستكلفو الواد راهو تحت نسمعو في الصوت تاع الشلال قلت لي قال لازم نمشيو الله اكبر امين قول غير كلمه و تعبنا ما راش باطل امين تعبنا حبيبي لا اله الا الله محمد رسول الله حضرت الشلالات مي بصح كيما هذا بزاف وصلنا سيبهم بالله غير متعوب متعوبة بزاف الحمد لله يا ربي وفقنا وصلنا بها الراسة رحنا رضوان دي في ام في الطريق بشي كوبي عليه نقص شوفوا وين راح نصبح نحوسوا عليه او هنا الجرب هذه قاعد طلعها يا جدك المهم زيالي صبنا بون شفنا احنا قيد باش وصلنا الشلال كي كملنا وصلنا للطريق الكبيرة نشوفو باش كرمنا عسل الحر الله يبارك وتفاح خيرك يا ربي شيخ بارك الله فيك يحفظك مرحبا بكم شوف عليها هذه نعاود نقولو ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك ربي يحفظ لك الولاد ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك ربي يحفظهم الياس الشاطر تقرا مليح الياس هكذا الى اللقاء صحيت الشاطر الراجل الزين الله يبارك ساعه نحوس عليه والله غير خفت انا قبيله ما حبتش نبين برك انا بيت بحر وليد الناس هذاك راه الرود ما يتوبش نصوب على ما جاش يمشي على يتقل رحت يرحم باباك ورا باباك خلعت انا خلعت انا والله خلعت انا التليفون ولاد راهم يستناو فيك في الطريق خرجوا بلا كانوا يستناو فيك ومن بعد كيما قالت له عاين اعطي له مسكين واش خلى لك اعطي له السيد عسل الحر اه انا شكاره تتفح نروح للقلب من القلب على باليش